نعلن غدا إن شاء الله على وقفة احتجاجية ل يعني بلورة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والظروف أو الظروف التي يمر منها القطاع. فالمطلوب من جميع المهنيين والذين لهم علاقة بالقطاع السياحي وكل من له يعني مصلحة في القطاع السياحي أن يهبوا جميعا للمشاركة في هذا اليوم الذي نعتبره يوم مفصلي بالنسبة للقطاع السياحي. فكل المهنيين سواء كانوا يعني أرباب مقاهي أو مطاعم أو فنادق أو عمال أو شغيلة القطاع يعني الصناعة التقليدية أن يهبوا جميعا للمشاركة في هذه الوقفة المصيرية طبعا للتعبير عن مشاكلهم وللتعبير عن الأزمة التي حلت بهم وعن الظروف التي أصبحوا يعيشونها. فمطلوب من كل الفاعلين المشاركة في هذه الوقفة غدا 26 يناير كيوم نضالي كيوم مفصلي للتعبير عن مطالب المهنيين وعن مطالب الشغيلة ككل نظرا لما آلت إليه الأزمة طبعا نظرا لما وصل إليه القطاع السياحي ككل من مقاولات ومن شغيلة يعني أصبحوا الآن في يعني في شلل تام. وعلى الجهات الرسمية أن تعي هذه خطورة هذه الأزمة الآن لأنه لم يعد معها صبرا ولم يعد معها يعني تأجيل أو يعني أو تماطل. فالمطلوب من الجهات الرسمية الآن أن تعمل على فتح الحدود أولا كمطلب أساسي. فلا ينبغي أن تستمر هذه السياسة سياسة الإغلاق والفتح لأنها لا تخدم القطاع السياحي ولا تجيب على انتظارات المهنيين وشغيلة القطاع. ففتح الحدود أصبح أمرا ضروريا أو مطلبا أساسيا طبعا لحل هذه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ككل. ونحن نعلم جيدا على أنه مضت 24 شهر تقريبا يعني على من بداية الجائحة إلى يومنا هذا والقطاع عرف تدهورا كبيرا جدا وإفلاس يعني وصلت بعض المقاولات إلى درجة الإفلاس وأن أكثر من الشغيلة يعني فقدوا مناصب الشغل. فلا يمكن أن تستمر الوضعية بهذا الشكل هذا لأنه إنقاذ للقطاع فيجب على المسؤولين أن يفكروا في الإسراع بفتح الحدود كمطلب أساسي لأن الشغيلة طبعا تنتظر هذا يعني بفارغ الصبر لاستئناف نشاطهم أو نشاطاتهم المتنوعة طبعا. فحتى القضية يعني مش قضية الدعم هذا الدعم غير كافي بالنسبة لمهني القطاع السياحي فهو غير كافي وغير مستمر ولا يفي بالغرض. فالناس الآن أصبح عندهم المطلب الوحيد وهو فتح الحدود لمزاولة أنشطتهم المتنوعة طبعا وفي جميع القطاعات التي لها علاقة بالسياحة ككل. إذن على الجميع أن يعلم بأن يوم 26 يناير 2022 هو يوم مفصلي كما قلت ويجب أن يهب أن تهب جميع الفئات وكل من له علاقة بالقطاع السياحي أن يشارك في هذا في هذه الوقفة لتحقيق المطالب المستعجلة والتي لا تقبل التأجيل والتي وإسماع صوتهم طبعا لدى المسؤولين للإسراع بحل هذه المشاكل.